عندك سلامة يا ابني حصل قمر لبص لك اياه طبعا كما نرى يعني هناك أعداد من الفلسطينيين عالقون باب العمود حاولوا الدخول إلى داخل البلدة القديمة ولكن منعوا وكما نرى هنا ينتظرون فتح أبواب البلدة القديمة للدخول وأيضا يوجد أعداد بالداخل داخل البلدة القديمة أيضا عالقون يريدون الخروج من البلدة القديمة ولكن سياسة الاحتلال وهمجيته في إغلاق باب العمود وإغلاق أبواب البلدة القديمة كنوع من العقاب الجماعي تمنعهم من الخروج أو الدخول وهذه يعني عنصرية بأن يتم إغلاق باب العمود أو يتم إغلاق جميع أبواب البلدة القديمة لمنع دخول المواطنين إلى البلدة القديمة ومنع خروجهم أيضا ودون أي سبب يعني يذكر والسبب الذي وكما يعني زعموا أن منفذ العملية تم إطلاق النار عليه واعتقاله فلا يوجد أي سبب آخر لفرض الإغلاق على البلدة القديمة غير أنه نوع من العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الفلسطينيين وعلى سكان البلدة القديمة وعلى جميع الوافدين إلى البلدة القديمة وإلى خارجها. طبعا اعترفت قبل قليل يعني الإعلام العبري اعترف بوجود 3 إصابات من جنود الاحتلال كما يزعم وجود 3 إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى وتم نقل أيضا الشاب الذي تم إطلاق النار عليه تم نقله إلى المستشفى أيضا بعد إصابته. Good.
لم يقدس هذا البلد هذا sur les frontières de 48, donc l'État d'Israël tel qu'il est reconnu par les Nations Unies.
c'est ça, c'est 93%. Donc le 3%, bah, c'est Nazareth, c'est des localités. C'est très concentré. Donc pas de nouvelles localités palestiniennes sur les 80. Ils ne sont même pas appelés palestiniens, ils sont désignés comme arabes. Les Israéliens n'utilisent jamais le terme palestinien, ni pour définir les Palestiniens, ni Palestiniens 48, ceux qui sont restés sur les territoires colonisés en 48. Ni à Jérusalem. Jérusalem, les Israéliens restent toujours les Arabes de Jérusalem. Identité nationale, c'est interdit. Vous ne verrez aucun drapeau palestinien flotter dans les airs. Signe, les signes de l'arabe national, c'est strictement interdit. Non, c'est interdit. À Jérusalem, ah oui, mais à Jérusalem, c'est complètement interdit de mettre un drapeau palestinien. Alors, en Cisjordanie, en zone AB, il y a des choses. طفيت بدي احاول ادخل انا اذا ظبطت بعد افتح من جوا. مره صحافه مره الله شوي ما اختم صح شوي هيك الله طبعا حاولنا الدخول واستطعنا الدخول الى داخل البلدة القديمة لنرى الإغلاق المفروض على الوافدين والخارجين من البلدة القديمة. قوات الاحتلال تفرض عقاب جماعي على سكان البلدة وعلى جميع الموجود داخل البلدة القديمة. سنحاول الدخول أكثر إلى داخل البلدة القديمة والقرب من الحدث الأمني. عليك لهلا موجود الوضع.
طبعا الان في طريق الواد وبالقرب من اطلاق النار على الشاب والذي اصيب وتم اعتقاله. انا الان في طريق الواد وبالقرب من باب المجلس حيث اطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب واعتقلته وزعمت ان هناك 3 اصابات في المكان. حاول القرب اكثر من المكان لنرى سيارة الإسعاف وإغلاق الاحتلال لطريق الواد ومنع أي أحد من القرب إلى باب المجلس كما نرى هنا. طبعا ما زالت يعني قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل البلدة القديمة بما فيه تغلق المداخل الفرعية للبلدة القديمة وتمنع دخول الصحفيين وتمنع دخول المقدسيين إلى بيوتهم وأيضا تمنع خروجهم من البلدة القديمة. طبعا عند وقت الحدث تم الاعتداء على جميع المتواجدين باب المجلس بالضرب والقمع، وكما نرى الآن يعني جنود الاحتلال يحاولون منع الصحافة من تغطية الأحداث كما نرى هنا. تمنع قوات الاحتلال الصحفيين من أداء عملهم، حاولت منع الصحفي هنا وإجباره على التراجع. هذه الأحداث يعني حتى اللحظة وآخر التطورات، يعني كما ذكرت أن كما زعموا أن هناك 3 إصابات من جنود الاحتلال وإصابة المنفذ واعتقاله. طبعا سمحت المستوطنين كما رأينا من الخروج من البلدة القديمة، ولكن منعت الفلسطينيين والسكان البلدة القديمة من الخروج أو الدخول إلى البلدة القديمة. يعني هذا نوع من العقاب الجماعي التي تفرضه قوات الاحتلال في أي حدث أمني يحصل في داخل البلدة القديمة تحديدا، حيث تغلق جميع أبواب البلدة القديمة وبالتالي تغلق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك. يعني منذ وقوع الحدث حتى اللحظة جنود الاحتلال يغلقون أبواب المسجد الأقصى المبارك ويمنعون الدخول أو الخروج من المسجد الأقصى المبارك. يعني مسجد تمنع دخول والخروج منه، والبلدة بأكملها تمنع الدخول أو الخروج منها. هذه الأحداث يعني حتى الآن، وهذه الصورة كما ترون حتى هذه اللحظة يعني يوجد سيارة إسعاف لا نعلم لماذا، ويوجد أعداد كبيرة من قوات It's like the old city, but open world. Yeah. Thank you.
هيك الله حاليا الوضع يعني متوتر بالقدس البلد القديم الاقصى. شوف الاخبار. I don't know.
لا انا يعني خما يعني دوك اوتار يا دلع شي فاصل تاع الله طبي شي دوك از شي فاصل زين انا بالخلاص انا تتك ما بغيت شي ريال في جوب خلاص 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 الله